أول شيء السلام عليكم، وإن شاء الله كلكم تكونون بخير. مختبرنا اليوم راح يكون عن كيفية تحويل الصور الملونة إلى الباينري، يعني نسميها باينري، البعض يسميها مونوكروم إيميج، يعني تكون صور أحادية اللون بها فقط معلومات اللون والإضاءة، يعني فقط لو أسود لو أبيض. كثير تفاصيل راح تختفي من أجي أحول الصورة إلى يعني من ملونة إلى صورة باينري. بداية شاشة التنفيذ واضحة أمامكم، راح نبدي مثل كل مختبر، نضغط على القائمة المنسدلة فايل ونضغط على لود إيميج، راح نحمل الصورة وبعد ذلك ننتقل إلى القائمة المنسدلة كلر ونضغط على الباينري. تلاحظون أن الصورة تحولت من صورة ملونة إلى صورة أسود وأبيض بها فقط معلومات الإضاءة، مثل ما تلاحظون كثير من التفاصيل اختفت من الصورة الأصلية. بس انه هسه واضح انه احنا مختبرنا ايش راح نسوي. احنا ذكرنا باول مختبر انه احنا نقسم الصور من ناحية الالوان الى ثلاث انواع، اكو صور ملونة واكو صور رمادية اللي هي تحتوي على فقط اللون الاسود والابيض والتدرجات اللي بينهم، واكو صور نسميها باينري او مونوكروم ايميج اللي هي الصور الاحادية، يعني بما معناه انه تحتوي فقط على معلومات اللون والاضاءة، فقط لو اسود لو ابيض. يعني قيمة البكسل حتكون يا أما صفر اللي هي تشير إلى اللون الأسود، أو تكون 255 اللي هي تشير إلى اللون الأبيض. أوكي، هسه إيش راح نسوي؟ اللي انضموا هسه حالياً إنه التنفيذ واضح، راح نحول صورة ملونة إلى صورة باينري أو مونوكروم، يعني صورة أحادية اللون. راح أسوي شير جديد حتى نبدي البرنامج التنفيذ خطوة بخطوة ويكون عندكم واضح. هسه هنا عندنا هذه الشاشة مال سي شارب مايكروسوفت فيجوال ستوديو اللي احنا متعودين عليها، راح نبدي دائما بنيو بروجكت. اوكي، بعد ما ضغطت على نيو بروجكت ظهرت لي هذه الويندو، قلنا دائما اتاكد انه انا مأشره على الفيجوال سي شارب والويندوز فورم ابلكيشن، واغير اسم البروجكت الى اسم اقدر انه اتذكره او اقدر انه بسهوله استرجعه، فراح اسميه convert to binary image. بداية كديزاينينج أو كتصميم شنو اللي راح نحتاجه؟ أكيد راح نحتاج إلى two picture books، الأول حتى أعرض به الصورة الأصلية، أوكي؟ والثاني حتى أعرض به الصورة بعد ما أحولها إلى binary. فهذا حيكون عندي ال picture books الأول، أوكي؟ وحيكون عندي picture box الثاني اللي راح نعرض به الصورة بعد تنفيذ المعالجة عليها. وذكرنا انه اني دائما راح اغير خاصية السايز مود من النورمال الى stretch image حتى الصورة تنعرض على كامل picture box. بعد ايش راح احتاج؟ راح احتاج الى المنيو strip اللي هي شنو؟ اللي هي القائمة المنسدلة. راح أبدي هنا، أنا حيكون عندي فايل أوبن بالبداية حتى أقدر أقرأ الصورة من مسار معين، عفوا، وعندي الكلر حيكون بالباينري. بعد إيش راح أحتاج؟ راح أحتاج إلى ليبلز، عفوا الليبل هي يعني مجرد إنه أنا أطبع فد جملة أو حتى أوضح بها فد شيء، وحغيرها من خاصية الـ text active original image وهنا حيكون عندي الـ binary image.
حاليا اللي انضموا لنا مختبرنا اليوم عن تحويل الصورة الملونة إلى صور باينري، يعني صور فقط بها معلومات الإضاءة تحتوي على فقط لونين اللي هما الأبيض والأسود. زين، هسه وين راح نجي نكتب الكود؟ راح نبدي مثل كل مختبر بالبداية لازم نقرأ صورة، فراح أضغط دبل كليك على الأوبن، وقلنا مسبقا لازم أني أعرف بيت ماب إيمج حتى تكون متغير جلوبال، أقدر إنه أدخل عليها أو أحدث عليها أو أستخدمها من مختلف البوتنز، وأبدي إيمج نيو بيت ماب وأخلي الباث اللي أني أريد أقرأ الصورة من عنده، ومثل ما ذكرنا إنه هذا الباث هو موجود بحاسبتي، يعني بما معناه إنه أنتوا حسب حاسباتكم راح تغيرون الباث. بس ثواني حتى آخذ ال هنبدي بالات ودبل كوتيشن، وهذا عندي الباث اللي موجوده به الصوره، وبعدين راح ابدي انطي اسمها وامتدادها. بعد ذلك راح اعرض الصوره على البيكتشر بوكس 1.image تساوي image. احنا لحد الان ما سوينا اي شيء، مجرد انه اني هذا اللي احنا ماخذيه بالمختبرات السابقه عرفت image كglobal variable، وقلنا هذه ليش؟ لانه اني حقدر استخدمها من buttons مختلفه، ممكن احدث عليها، فحتى يكون التحديث يعني ينعكس عليها والكل يشوفها راح اعرفها كglobal variable. زين، كالعاده قلنا راح نستخدم ال كلاس، فراح ابدي اد كلاس، انطيه فد اسم، وطبعا شتردون نسموه سموه، انا هسميه ايمج بروسيسنج. بعد ما ضفت الكلاس راح اجي اضيف الميثود اللي ايش حسوي لي، حتحول لي من صوره ملونه الى صوره اسود وابيض. فاحنا متعودين شلون نبدي الميثود، راح تبدي باكسس موديفاير اللي هو public. شنو نوع الارجاع؟ هي عباره عن ميثود راح ارسل لها صوره ترجع لي صوره. نوع الارجاع هو بيت ماب، وتعرفون الكلاس مثل ما ذكرنا انه ما بي اللايبراري تبع الدراوينج، فاني راح اضيفها، راح اقول له using system.drawing، هذه راح أضيفها حتى أقدر أستخدم البيت ماب. فراح أبدي بيت ماب، راح أسميها convert to binary. زين، شنو المدخلات أو شنو اللي حمرر لهذه الميثود؟ راح أمرر لها صورة ملونة. هسه إذا أسأل ليش هنا مأشر عندي هذا الخط الأحمر على convert to binary، لأنه عندي أتوقع إنه أكو return bitmap بس ماكو return فدا يأشر. مثل ما ذكرت بالمختبرات السابقة كأي خطوة معالجة بالبداية إيش راح نبدي؟ راح نبدي نعرف صورة بحجم الصورة الأصلية، فحسميها bin تساوي لي new bitmap بحجم منه؟ بحجم الايمج. واعتقد انه احنا المختبر السابق تحدثنا عن البيتماب انه هو كلاس مخزون بلغه السي شارب ب 12 كونستراكتر، ممكن كل مره استخدم الكونستراكتر اللي اني اريده، لانه اكيد راح يتبادر ذهنكم انه ليش بالبرنامج الرئيسي حطينا باث داخل القوسين بينما هنا
رأسا حطينا المتغير، لأنه هنا هي أصلا الصورة أنا قريتها مسبقا ودا أرسلها. زين، الخطوة الثانية هي شنو؟ مفروض أنه أني مثل ما ذكرت أنه الصورة عبارة عن مصفوفة ثنائية، فبالتالي حتى أمشي على بيكسل بيكسل راح أحتاج إلى for loop. راح نبدي ب for until I، راح أبدي من الصفر for زمن قوطة I أقل من image dot width I زائد زائد. بالنسبة لي انضموا إلنا اليوم، راح نحول الصورة الملونة إلى صورة أسود وأبيض. زين، هسه ايش راح أسوي؟ أنا حتى أحول أي صورة بالبداية لازم أجي شو أسوي؟ آخذ البيكسل، تمام؟ فقلنا شلون ناخذ البيكسل؟ ناخذه بصيغته اللونية. راح نعرف color P، وهنا أنا أقول له P تساوي شو اسمها الايمج؟ اسمها IMG، أوكي؟ دوت يا ميثود اللي حتجيب لي البيكسل، بيت البيكسل من يا موقع من الـ IJ، أوكي؟ هاي يعني من أول مختبر قلناها إنه إحنا الصورة تتكون من أكثر من بيكسل، فحتى أعرف أني حالياً يا بيكسل أقصد مفروض انه انطي الاحداثيات اللي دي اشر عليهم الاي والجي. فحاليا هسه اول ما ابدي انفذ راح يجيب لي البكسل اللي موجود بالنقطه 00. زين، هسه شو راح احول الصوره الملونه الى صوره باينري؟ ما عرفت شرحتوها بالنظري او لا. التحويل حيكون عن طريق فد شيء نسميه حد العتبه الثريشولد. اذا لقيت القيم اقارن بيكسل بيكسل ويا حد العتبه، إذا لقيته أكبر من حد العتبة إيش راح أعوض بداله؟ راح أعوض أبيض اللي هو 255. لقيته أقل من حد العتبة إيش كده راح أعوض؟ راح أعوض صفر اللي هو اللون الأسود. أعيد، حتى أحول الصورة الملونة إلى صورة باينري، صورة أحادية اللون بها فقط لونين الأسود والأبيض، شو راح أحولها؟ أخذ بيكسل بيكسل وأقارنه بقيمة نسميها الثريشولد أو ما تعرف بحد العتبة. إذا لقيت القيمة قيمة البيكسل الحالية اللي دا أشر عليها الآي والجي، إذا لقيتها أكبر من حد العتبة إيش راح أحط بالبن؟ هاي البن إيمج راح أحط 255. إذا لقيتها أقل إيش راح أسوي؟ راح أعوض صفر. أجي، هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، إحنا قلنا إن الصورة الملونة حتى أحولها إلى صورة باينري الأسهل إنه أنا أحولها إلى جراي، أوكي؟ حتى تكون القيم متساوية. فإيش راح أبدي؟ أقول له بالبداية عرفني أنت شلون حولنا لجراي؟ أنت منو؟ المتغير مثلاً يساوي لي شلون حولنا احنا لا تتذكرون شلون حولنا الى الرمادي؟ قلنا انه اني اخذ اي دوت مركبه الار زائدا اي دوت مركبه الجرين زائدا اي دوت مركبه البلو، اوكي؟ اجمعهم وش اسوي؟ اقسمهم على ثلاثه. هاي الخطوة ايش سويت بيها؟ هاي اخذناها من المحاضرة السابقة. مجرد انه اني راح اخذ البكسل احوله الى شنو؟ الى رمادي. ورا ما اخذت البكسل وحولته الى رمادي، راح اجي شو اسوي؟ اجي اقارنه ويا حد العتبة. حد العتبة احنا اغلب الاحيان ناخذه 128، لانه هو يعتبر القيمة المنتصف بالنسبة الى البكسلز. احنا قلنا انه البكسل ممكن ياخذ قيمة من الصفر لل 255، فحد العتبة أو الثريشولد اللي حقارن وياه حاعتبره 128. طبعاً هو علمياً مفروض أكو طريقة حتى نحسبه، إنه نجي نحسب القيمة الأكثر تكرار بالصورة نعتبرها حد العتبة.
بس أنا بالنسبة إلي ما عاد أداوخكم، راح نعتبرها 128. شو راح أجي أقارن؟ راح أقول له البي جي تساوي إذا أقل من 128 حط إياها صفر، إذا لا حط إياها 255. أعيد، إحنا مختبرنا اليوم يتمحور حول شنو؟ حول فكرة إنه أحول صورة ملونة إلى صورة باينري. حتى أقدر أحول صورة ملونة إلى صورة باينري، الأسهل إنه أنا أحولها إلى جراي وبعد ذلك أحولها إلى باينري. من أجي أحول إلى جراي مثل ما ذكرنا بالمختبر السابق، إيش راح أسوي؟ راح أخذ مركبة الريد والجرين والبلو أقسمهم على ثلاثة. القيمة اللي ناتجة من هالمعادلة إيش راح أسويها؟ راح أسوي لها مقارنة ويا الثريشولد حد العتبة. إذا لقيت قيمة هاي القيمة أكبر من حد العتبة، إيش راح أثبت قيمة البكسل؟ أثبتها 255. إذا لقيتها أقل راح أثبتها صفر. هسه إيش راح أسوي؟ كملت، راح أجي أنا إيش عرفت الإيمج؟ عرفتها بين، راح أقول له بين أوكي دوت، هي الميثود اللي تحط البكسل. البكسل وين؟ اللي بالآي بال. وش راح أجي؟ راح أجي أرجع أحول البكسل من الصيغة الرقمية إلى اللونية، لأن أنا هنا من جيت سويت عليه معادلات تحول إلى أرقام، أوكي؟ فلازم أرجع أحوله إلى الصيغة اللونية، يعني من أجي أقول أحمر، بنفسجي، ماروني إلى آخره. شو راح أحوله؟ راح أقول له color dot from ARGB. هنا مثل ما ذكرنا من أول محاضرة قلنا إنه أني راح أتوقع ثلاث مدخلات، أوكي، للريد والجرين والبلو. هنا كلهم شكل حيصيرون جي للبي. بعد ما انتهيت راح أقول له، راح أقول له ريتيرن، أوكي. أنا راح أغلق هذه الفور وهذه الفور الأخرى، وش راح أقول له؟ أقول له ريتيرن من للباينري. لا أكو سؤال أحد ما يفتهم إيش دا أسوي؟ ها طلاب وياي؟ أوكي. واضحة الفكرة؟ لو أحد عنده مشكلة أعيد إيش سوينا؟ إحنا قلنا إنه من أول مختبر إنه أنا عندي ثلاث خطوات رئيسية بكل المعالجات. أول نقطة أعرف صورة بحجم الصورة الأصلية حتى أعبي بيها، أوكي؟ الشيء الثاني أحتاج إلى فورين حتى أمشي على كل بيكسل موجود عندي بالصورة، لأن الصورة بالأخير عبارة عن شنو؟ عبارة عن مصفوفة ثنائية. الخطوة الثالثة مفروض أخذ البيكسل عن طريق جيت البيكسل حتى أقدر أسوي عليه معالجة. الخطوة الرابعة دائماً إنه أحول من الصيغة اللونية إلى إنتجر، أحولها إلى أرقام حتى أقدر أتعامل وياها. وبعد ذلك ورا ما أكمل المعالجة مفروض أسوي سيت للصورة وأرجع الصورة. محمد عمران ده تسألني على البين. البين إحنا اعتيادياً مثل ما ذكرنا أني الميثود كلها راح أدزلها صورة اللي هي الإيمج، وراح أرجع من عندها صورة بعد ما أسوي عليها المعالجة اللي أنا أريدها. فبالبداية راح أعرف صورة بحجم الصورة الأصلية، يعني أنا من أجي أخذت البيكسل وحولته إلى باينري، وين راح أحطه؟ انتوا حرين تبدون ترجعون نفس الصورة اللي هي الإيمج. أنا أفضل إنه تعرفون صورة يعني هي مشابهة لصورة الإيمج اللي أنا مسميتها بين، أوكي؟ فأني ورا ما أخذت البكسل هنا وجيت حولته إلى رمادي وجيت قارنته ويا حد العتبة أو الثريشولد، مفروض شو أسوي؟ أجي أحطه بالصورة، لأن شلون راح أعرضها بعدين؟
فالصورة هي شو اسمها؟ اسمها بين. أوكي؟ إحنا شلون ناخذ البكسل؟ ناخذه عن طريق جيت البكسل. زين شلون نحطه نرسمه؟ نرسمه عن طريق سيت البكسل. زين من أقول سيت البكسل أنا اعتيادياً من أخذته أخذته من موقع آي جي، يعني أخذت البكسل اللي برقم 00 مفروض من أرجعه أرجعه للصفر صفر، فمفروض أعطيه إحداثيات اللي هي الآي جي. زين هنا أنا من دا أتعامل وياك أرقام مفروض أرجع أحوله إلى الصيغة اللونية، يعني أنا من أجي أقول مثلاً أقول اللون الأسود مثل ما قلت لكم هو عبارة عن صفر، من أجي أمثله بالحاسبة لأنه الحاسبة ما تفتهم يعني شنو أسود، هي تشوفها صفر بس من ينعرض راح ينعرض عندي أسود. فهنا هاي الخطوة color from ARGB إيش تسوي؟ دي يرجع اللون وما حولته إلى صيغة رقمية، يعني مثلاً طلعني مثلاً طلع لي رقم 5. أوكي؟ الخمسة شو الشير؟ الخمسة تقريباً هي خلينا نقول إنه رصاصي طوخ فرضاً. فشون أرجع إنه أفهمه إنه هذا رصاصي طوخ؟ عفواً طوخ. إيش أقول له؟ أقول له color dot from ARGB وأنطيه ثلاث مدخلات إن هي شو تمثل؟ إحنا قلنا إنه أي لون بالطبيعة مكون من ثلاث ألوان اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق. فهي اللغة مصممة بحيث إنه شنو يكون إلها ثلاث بارامتر. فبالصورة الملونة إيش راح أكتب؟ p.r p.g p.blue لأن تكون مختلفة. بس بالصورة الرمادية والصورة الباينري هي نفس القيمة، يعني هي بعد أنا حولتها وتبقى نفس القيمة، فأجي أعوض بها جي بي جي بي جي بي. ورا ما كملت مفروض إيش أقول له؟ الصورة ورا ما كملتها وحولتها أقول له return الباينري. واضحة؟ علي حمزة تسألني على هذه العلامة، هذه إذا تشوفوها صعبة ممكن إنه تستخدم F. هذه عبارة عن شنو؟ هي هاي صيغة تحويل. إيش أقول له؟ أقول له GP اللي هي القيمة الرمادية اللي حصلتها شو تساوي؟ إذا كانت أقل من 128 حط لي صفر، إذا لا حط لي 255. يعني ممكن إنه تستخدمون هذه الصيغة، وممكن إذا تشوفوها صعبة استخدموا F مثل F. إيش راح أقول له؟ أقول له F GP بيها أكبر من 128. أوكي؟ بي بي إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 255 يعني أبيض. ألس لا إذا كانت أقل إيش راح يعوض بها؟ بي بي تساوي صفر. هذه يعني هذه معناها. واضحة علي حمزة؟ يعني قصدي إنه ممكن تستخدمون شرط الإف بهالطريقة، وممكن إنه شو تسوون؟ تستخدمون هذه المعادلة صيغة ثابتة للمقارنة، الغرض منها المقارنة. هذا كل اللي حكيناه هو عبارة عن شنو؟ إنه أنا سويت كلاس وبداخله ميثود. حتى أنفذ مفروض وين أرجع؟ أرجع على البرنامج الرئيسي. هالمرة وين ما حأروح؟ على القائمة المنسدلة كلا، وأضغط دبل كليك على منو؟ على الباينري. بداية لازم إيش أسوي؟ لازم أسوي كلاس سوري أوبجكت من الكلاس إيميج بروسيسنج لاب حتى إيش أسوي؟ حتى أقدر أستخدم الميثود. فإيش راح أقول له؟ أقول له إيميج Processing هذا اسمه، راح أعطيه اسم IM. تعرفون شلون نسوي الكلاس؟ الميثود شنو نوع الأرجاع مالته؟ نوع الأرجاع bitmap يعني صورة، فراح أعرف bitmap الـ A تساوي لي اسم الكلاس اسمه IM dot يا ميثود هذه convert to binary. راح امرر صوره ملونه اللي انا اصلا قريتها مسبقا من هذا الامتداد. اسد القوس واقول له فارزه منقوطه. حولت الصوره مفروض اعرضها، وانا راح اعرضها على picturebooks2.image.
تساوي لي تساوي لي داي. شو راح انفذ؟ خلي بس اسوي شيرينج جديد. بس ثواني طلاب. هسه احنا هنا ما اعرف ظهرت عندكم لو لا شاشة التنفيذ، بس إذا أمكن كتبوا لي على الشات أو أحد يجاوبني. هسه شو هنسوي؟ قلنا بالبداية شو أقول له؟ أقول له file dot open حتى شو يسوي لي؟ حتى يقراني الصورة من امتداد معين. بعد ذلك راح أضغط على الكلر وأقول له binary. إذا تلاحظون حول لي الصورة من صورة ملونة إلى صورة binary، يعني أحادية اللون، بها فقط معلومات اللون والإضاءة. أوكي؟ أوكي. هسه اكو احد عنده سؤال سواء مختبر اليوم او المختبرات السابقه عندكم مشكله بشي؟ واضحه؟ راح اسوي ملخص سريع وراح اطلب من عندكم واجب. الواجب راح يعني أعلمكم على شغلة حتى تسووا لي الواجب. طبعا شكرا جزيلا يعني على التزامكم بتسليم الواجب. احنا اليوم المختبر ملخصة انه احنا من اول مختبر ذكرنا انه اكو ثلاث انواع من الصور، طبعا من ناحية اللون لانه احنا نعرف اكو نقدر نقسم غير تقسيمات. من ناحية ثانية مثلا من ناحية الامتداد اكو صور BMP، اكو JPG، اكو PNG، هذه كلها تعتمد على شنو طريقة خزن الصورة. بس انا حاليا دا اتكلم عن شنو؟ عن تقسيم الصور من ناحية الالوان. اكو صور ملونة، اكو صور رمادية، واكو صور خلينا نقول انه اسود وابيض. فأني أغلب المعالجات كلها سواء أنه دا أفصل إلى Red Green Blue، سواء دا أحول إلى Gray، سواء دا أحول إلى Binary، شو راح أحتاج؟ راح أحتاج أنه أسوي كلاس وبداخله Method. الميثود راح تتضمن أنه أعرف صورة بحجم الصورة الأصلية حتى أعبي بيها البكسل ورا ما أسوي له معالجة. المرحلة الثانية أحتاج إلى for loops اثنين حتى أمشي على كل بيكسل، وراها أخذ بيكسل بيكسل عن طريق إعاز أو عن طريق الميثود اللي هي get البيكسل، أحول البيكسل من الصيغة اللونية إلى صيغة رقمية يعني أتعامل وياها كأرقام، وبعد ذلك أرجع أحول البيكسل ورا ما كملت المعالجة إلى الصيغة اللونية وأسوي له set بالصورة الجديدة وأرجعها. أغلب اللي أخذناه هو تقريباً يعني هالشكل. بالنسبة إلى يعني أرجع وأكرر، إذا قلت لكم إنه إيش كم بيكسل يعني أحتاج، إيش كم بت أحتاج لخزن البيكسل بالصورة الملونة، هو 24. إيش كم تدرج لوني؟ 2 للأس 24، يطلع في لون كبير 16 مليون أو فشي. وكل ما تزيد عدد البتات لخزن البيكسل الواحد كل ما راح تعطيني وضوح اكثر، اوكي؟ وكل ما تقل عدد البتات لتمثيل البكسل الواحد كل ما راح تكون الصوره فقيره بالتفاصيل. يعني هسه احنا هنا هذه الصوره الباينري اذا اسالكم اقول لكم البكسل الواحد ايش قد ياخذ قيمه؟ بياخذ اما صفر او 255 يعني قيمتين.
فبالتالي تكون المعلومات فقيرة اللي تطلع بالصورة. الصورة الرمادية شكد تاخذ؟ تاخذ 8 بت، معناها شكد تدرج لوني بيها؟ 2 للأس 8، يعني 256. تبدي من الصفر اللي هي اللون الأسود إلى 255 اللي هي اللون الأبيض وما بينهما. آخر ملاحظة، إنه أنا من أقول البكسل شكد ياخذ مو معناه الصورة، يعني من أجي أقول الصورة كاملة شكد تاخذ خزن، معناها إنه أضرب الطول في العرض في كمية البتات اللي يحتاجها كل بكسل. أوكي؟ يعني إذا فرضنا إنه صورة طولها 256 وعرضها 256، إذا أسألكم إيش كد يحتاج لها خزن؟ طبعًا هي صورة ملونة، مفروض شي تقولون؟ تقولون 256 في 256 في 2 للأس 24. منين جاية هاي الاثنين المرفوعة للقوى 24؟ جاية إنه الصورة الملونة تتكون من ريد وجرين وبلو، وكل واحد من ذولا ياخذ 8 بت. واضح اللي يعني اللي حكيته؟ اكو بيه مشكلة؟ ها طلاب وياي؟ اوكي، انا بس بقالي 6 دقائق من هاي الميتينج، راح افصل واسوي ميتينج جديدة اللي يحب ينضم، بس حتى اشوفكم الواجب اللي اريده. يعني الواجب حيكون انه اني شلون يعني اخذ صوره حيصير بها هالمره 3 تدرجات. الواجب السابق كان اخذنا نصها رمادي ونصها ملون، هالواجب اريد انه ناخذ صوره بحجم مربع. راح اعلمكم شلون تحولون الصوره الى مربعه بما معناه انه الطول والعرض متساوي، وبعد ذلك ايش راح اسوي؟ راح اجي اخذ 3 أثلاث من عندها، الثلث الاول راح يبقى ملون مثل ما هو، الثلث الثاني راح يكون يعني رمادي، والثلث الثالث راح يكون يعني اسود وابيض. وتعرفتوا بعد شلون، بس تنتبهوني على الفورات، انه الفور مو دائما ابدي الا من الصفر الى نهايه الطول او العرض حسب اني اني اريده. اوكي طلاب، انا بالنسبه لي ما عندي شيء بعد وياكم. اذا عندكم اي سؤال، وبالنسبه زميلكم محمد عمران قال انا مود الانترنت، اوكي راح اسجل يعني محاضره عاديه، يعني ما حسوي ميتينج جديده، تقدرون تاخذون راحتكم. فاذا عندكم سؤال على اللي شرحناه سابقاً أو على يعني اليوم، ها طلاب أكو سؤال؟ محمد عمران، الواجب راح أسجله كفيديو ثاني وأنزل لكم إياه، والمحاضرة إن شاء الله يعني فد 10 دقائق راح تلقوها موجودة على البروفايل الأكاديمي. أوكي؟ وإذا عندكم أي سؤال عادي على التليجرام، يعني موجودة أي وقت، إذا عندكم أي استفسار أو أي سؤال فيما يخص هاي المحاضرة أو المحاضرات السابقة، أنا أعرف لأنه شوية يعني ظرف الإنترنت، يعني عادي. شكراً لكم، ويعني أتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.